بمناسبه مباراه بايرن كابتن اسلام خليني اقول لك على هامش مران النهارده كده والتدريبات شغاله فكان يعني كنت بتكلم مع كابتن سيد عبد الحفيظ فبساله بشكل ودي كده يعني هنعمل ايه يا كابتن سيد في ماتش البايرن رايك ايه ايه اللي ممكن يحصل في في المباراه دي فاتكلم معايا وقال لي احنا لعبنا البايرن مرتين قبل كده مره كسبناهم 2-1 ومره خسرنا 2 واحد فانا رايي ان احنا نلعب ضربات جزاء ونخلص الماتش على كده وخلاص ومفيش مشكلة ويبقى حل جيد بالنسبة للطرفين يعني فيعني كان نوع من أنواع الدعابة ما قبل هذه المباراة تحديدا يعني فطبعا الأهلي كان لعب قبل كده بايرن في 77 أنا أعتقد وفاز 2-1 كان جاب الأهداف كابتن شريف عبد المنعم من وكابتن محمود الخطيب وخسرنا طبعا في 2011 هنا كمان من بايرن 2-1 وكان جاب هدف في النادي الاهلي طبعا محمد بركات نجم النادي الاهلي الكبير لكن في كل الاحوال الاستعدادات هتبقى قويه لهذه المباراه وفي جديه طبعا واضحه جدا على اللاعبين وشغف لمواجهه بطل اوروبا في كل الاحوال لانه احد اكبر الفرق في العالم في الحقيقه النهار